طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى كل الأنبياء والمرسلين. عليه الصلاة والسلام. اليوم سنبدأ أيضا إحدى الاجتماعات التي تخص لجان هيئة خبراء التراث في العالم العربي، ويتعلق الأمر بلجنة الترميم. وهذه اللجنة لديها خصوصية، ربما هي لجنة أقرب للعمل منها للنظري، ولو أن فيها أيضا جوانب كثيرة نظرية بالطبع كعلم. لجنة الترميم أيضا فيها إحدى الخصوصيات، وهي أنها تجمع مجموعة من التخصصات، فهي تختلف مثلا عن لجنة العمارة والعمران، من حيث أنها تجمع تخصصات في الآثار، في الفنون، في العمارة، في الهندسة المدنية، في هندسات أخرى كثيرة، مجموعة من الهندسات. يعني الترميم يمكن يكون آثاري، يكون ترميم قطع صغيرة، ممكن يكون ترميم مباني، ترميم مواقع أثرية. وأيضا في هذه المجموعة أيضا نهدف إلى شيء آخر أبعد من الترميم بحد ذاته، وهو استخدام البناء التراثي وتقنيات البناء التراثي حتى في بنائنا المعاصر. فهذا يعني بشكل عام ما يمكن أن نقول عن الترميم. وأيضا ممكن أيضا أن نعمل في هذه المجموعة في موضوع المسح الثلاثي الأبعاد، المسح المعماري والمسح الأثري. يعني طبعا نحن قدمنا أكثر من مرة نشاطاتنا للسادة المتابعين. أولا اسمحوا لي أن أرحب بالسادة الحضور معنا اليوم في هذه اللجنة وفي منصة الزوم، وأيضا السادة الذين يتابعون في البث المباشر في الفيسبوك. سوف نقوم يعني بحوالي نصف ساعة تقريبا أو أقل من بث مباشر ليطلع المتابعون والراغبون والمهتمون في الانضمام للهيئة على ما نقوم به، ثم ندخل في اجتماع مغلق إن شاء الله، ونتحدث فيه عن ما هي الأولويات التي يمكن أن نقوم بها حاليا، وما هي الخطوات والشراكات التي يمكن أن نعمل عليها. هذا ما أحببت أن أقوله الآن، وطبعا سوف ندخل في هذه النصف ساعة في بث مفتوح، وللسادة المشاركين الحرية في يعني المداخلة. يعني عموما يعني بالنقاط التي تكلمنا فيها منذ قليل، فالمجال مفتوح. يعني كما تفضل دكتور طارق، يعني خلي كل واحد يعني يقدم حاله. دكتور نعم، أستاذ، ممكن يكون في تقديم. تفضل، نبدأ بنفسك دكتور عامر الجميلي. نعم، شكرا أستاذ هادف. السلام عليكم حضور جميعا، معكم الأستاذ الدكتور عامر عبد الله الجميلي من مركز دراسات الموصل. طبعا أنا آثاري وكذلك خطاط ومزخرف، إسهاماتي قليلة في الترميم. يمكن قبل سنة اشتركت بترميم الأشرطة الكتابية في كنيسة مارتوما للسريان الكاثوليك في مدينة الموصل، والتي ترقى إلى القرن السابع عشر، لكن آخر ترميم كان في حدود 1863 ميلادية. كانت نصوص بخط الثلث، كان قد خطها الخطاط الموصلي السرياني توما قندلة. كذلك يعني لي إسهامات في صيانة وترميم المسكوكات باعتبار أيضا قارئ مسكوكات، وكذلك نقوش بالكتابات الكوفية وغيرها. أترك المجال للآخرين أيضا. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور عامر. لا أعرف، يعني نسير حسب ترتيب اللائحة هنا أم المجال مفتوح. تفضلي أستاذة عبلة مهتدي، عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ هادف
على هذا الخطوة الدولية العالمية بتجميع كافة الطاقات العربية والإسلامية بمجال الآثار والتراث الحضاري العربي الإسلامي والمسيحي على كافة الأوجه. أنا حقيقة باحثة متخصصة في التوثيق، لكن أعتبر أن كافة مساقات التراث كلها تصب في نفس الخانة، لذا أحببت أن أحضر كافة الاجتماعات اللجان المشاركة في هذا المشروع الخير، حتى لأن أعتقد أنه كله يصب في نفس الهدف وفي نفس الخانة وكله يكمل بعضه البعض. فلذلك أحببت أن أشارك وأن أعرف بنفسي، أنا باحثة متخصصة في تاريخ القدس، وعملت في البحث في سجلات أقدم سجلات القدس المدونة في بداية القرن السادس عشر، وأصدرت الجامعة الأردنية العديد من المجلدات من إعدادي كفهارس تحليلية، وأصدرت العديد من الكتب والدراسات حول تاريخ القدس والعديد من المواضيع المتعلقة تحديدا بتاريخ القدس. فلذا أتشرف بحضوري معكم والتعرف عليكم شخصا فردا فردا، وأجمل تحية لكافة الإخوة والأخوات المشاركين بهذا المشروع، والسلام عليكم. عليكم السلام، شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا. السلام دكتور عبد، وحتى المخطوطات اعتقد فيها ترميم بالتاكيد، ما تحتاج لعلم. صح، نعم شكرا. وحضرتك يا دكتور عبله متخصصه في التوثيق في اي نوع من انواع التراث؟ تراث يعني اقصد خامه عضويه ولا خامه غير عضويه ولا توثيق بشكل عام؟ انا توثيق السجلات، المخطوطات. سجلات محكمة القدس الشرعية، آه وهي نعم، عفوا حضرتك متخصصة في توثيق المخطوطات يعني. في توثيق السجلات الشرعية تحديدا. السجلات الشرعية. تمتاز الجامعة الأردنية حقيقة بأنها تحتفظ بسجلات كاملة لكافة السجلات التي صدرت أو دونت لتاريخ القدس، فالمتواجد الأصل منها في مدينة القدس، والجامعة الأردنية احتفظت بسجل كامل لهذه السجلات والتي تنوف عن 460 سجل. فعملنا على أقدم السجلات التي تحمل الرقم واحد واحد ألف واثنين ثلاثة، يعني كلها تعود إلى السنوات، يعني أقدم سجل فيها يعود إلى عام 1527 ميلادي. وبحمد الله تمكنت، يعني هذا المشروع قامت به الجامعة الأردنية على أساس أن يقوم به فريق كامل بفهرسة هذه السجلات، لكن للأسف لقلة الخبرات المتوفرة يعني تصدرت أنا والدكتور المشرف على المشروع الدكتور محمد عدنان البخير للقيام بهذا المشروع، وأصدر المركز ما يزيد على 13 مجلدا من إصدارات هذه الفهارس، حتى أن بعض الأخوات، يعني أعرف دكتورة تحديدا حصلت على درجة الدكتوراه من خلال العمل على فهرس واحد من هذه الفهارس التي قمت بإعدادها. ما شاء الله ما شاء الله، عمل كبير، وفعلا الأمة الإسلامية في احتياج لمثل هذه الأعمال، لأنه يعني هو بيغطي مقدس من المقدسات الهامة اللي فعلا توثيقها وتوثيق ما كل ما يتعلق بها واجب يعني إنساني، واجب ديني، واجب وطني، قبل ما يكون واجب علمي. احنا بنشكر حضرتك على جهدكم الكبير، ونتمنى يعني نمد يد العون لحضراتكم في كل وقت. شاكرة لطفك، وحقيقة يعني ما يميز، إذا سمح لي الأستاذ هاتف لثواني زيادة على الوقت المتاح لي، أن ما يميز السجلات أقدم سجلات محكمة القدس أنها لم تكن تشمل جانب واحد متخصص عن حياة القدس، وإنما كانت تشمل كافة جوانب الحياة من اقتصادية واجتماعية وزراعية وحتى إقطاعية، يعني كانت تعطي صورة شاملة كاملة عن الحياة في القدس، فهي كنز
يعني للأسف ليس بالكثيرين الذين تمكنوا من الاطلاع على هذا الكنز. شكرا. إن شاء الله بإذن الله هو ده العمل ده، هو إن شاء الله هو من أحد الأسلحة اللي سنحتاجها إن شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله تعالى في قضايانا المهمة يعني. أشكر الدكتورة عبلة ودكتور طارق، باعتبارك تتكلم أرجو تقديم نفسك للزملاء. حاضر يا باشمهندس. يعني مساء الخيرات على حضراتكم جميعا. الحقيقة يعني أرق تحياتي أرسلها لكم من قلب القاهرة، من القاهرة القديمة الفسطاط، يعني أولى المدن الإسلامية يمكن في إفريقيا. الحقيقة أنا سعيد جدا بإني أكون في وسط الكوكبة الرائعة وهذه الوجوه الطيبة الحقيقة من مختلف الأقطار الشقيقة. أنا طارق نازل، أستاذ ترميم المباني التاريخية والأثرية في جامعة عين شمس. يعني ملخص سريع عن دراستي وأبحاثي، تخرجت في كلية الآثار جامعة القاهرة، ثم حصلت على درجة الماجستير من نفس الجامعة، وبعدها توجهت إلى ألمانيا وحصلت على الدكتوراه العلوم الطبيعية من قسم الكيمياء، تخصص دقيق مينرولوجي أو اللي هو تخصص التكوين المعدني للأحجار. وكنت عينت قبل سفري بعد ما عملت فترة طويلة كمرمم للآثار في متحف الفن الإسلامي في القاهرة، وعينت معيدا في كلية الفنون الجميلة، ثم ترقيت في المناصب الوظيفية إلى درجة المدرس بعد حصولي على الدكتوراه، واستأنفت بعد عودتي من ألمانيا إلى حصولي على درجة الأستاذ المساعد، ثم عدت مرة أخرى إلى ألمانيا في منحة من مؤسسة ألكسندر فون هومبولت لكبار الباحثين أو ذوي الخبرة، وقمت بعدد من الأبحاث في نقطة بحثية هامة بالنسبة للتخصص الترميم، حيث عملت على فكرة علمية تعتبر نوعا ما فيها شيء من الابتكار، وتقوية الطبقات السطحية للحجر الجيري باستخدام بكتيريا الكالسايت. وبعد أن انتهيت من الأبحاث بتاعتي في الفترة دي، عدت مرة أخرى لأحصل على الأستاذية، وبعدها انتقلت إلى جامعة، كنت الأول في جامعة من الجامعات الإقليمية وهي جامعة المنيا في جنوب القاهرة، ثم انتقلت إلى جامعة عين شمس وهي إحدى الجامعات المركزية في القاهرة، وعينت فيها عميدا لمعهد الدراسات العليا للبردي والنقوش والترميم، واستمرت في العمل إلى أن تم تحويل معهد الدراسات العليا إلى كلية الآثار، ويعني لي مجموعة من الأنشطة يعني الحمد لله يعني أعتبر أحبها إلى قلبي، هو النشاط العربي اللي بيشرف يعني بمجهودات حضراتكم وبرئاسة وتنسيق الباشمهندس هادف. والحقيقة يعني الحمد لله وفقت إلى إن أنا يعني أنجز مجموعة من الكتب، حوالي 5 كتب، منها 2 منشورين في أوروبا وثلاثة أخرى في مصر، ويعني أكتفي يعني بالقدر ده، ويعني سعيد جدا بأن أكون في وسط حضراتكم النهاردة. شكرا، شرفتنا دكتور، بارك الله فيك. أشكرك. الأستاذ فارس عبد الستار من العراق، تفضل. السلام عليكم. شكرا جزيلا باشمهندس هادف، وأنا سعيد جدا أن أكون ضمن هذه المجموعة الرائعة اللي راح تعمل إن شاء الله على هدف مهم جدا اللي هو حفظ وإحياء التراث في العالم العربي. أنا مهندس مدني بدرجة استشاري، عضو اللجنة الفنية لعمار الجامع النوري وكنيسة الساعة وكنيسة من الموصل، طبعا عضو اللجنة الفنية لعمار الجامع النوري وكنيسة الساعة وكنيسة القاهرة مع اليونسكو، رئيس فريق عمل لعمار الموصل القديمة بعد الدمار اللي حصل فيها بسبب الأحداث الأخيرة، مستشار مؤسسة تراث الموصل، المؤسسة من المؤسسات الناشطة جدا في مدينة الموصل، والتي بدأت يعني تحقق يعني تواجد كبير جدا على مستوى العالم. كان عندنا حضور في أبو ظبي وفي أكثر من موقع آخر في على مستوى العالم العربي. عضو مؤسس منظمة يد العون للتنمية
وعضو الهيئة الإدارية لمركز مستقبلنا والدراسات الاستراتيجية. بصراحة عملي الرئيسي هو يعني أكثره في ما يخص الترميم للأبنية التراثية الموجودة في مدينة الموصل بعد الخراب الذي حصل فيها. أيضا مهتم في تراث العام للمدن القديمة، فألفت كتاب الموصل ذاكرة مدينة اللي يتكلم عن تراث مدينة الموصل، وعمل الآن على تأليف كتاب إن شاء الله نينوى ذاكرة عاصمة كإحدى العواصم المشهورة في العالم القديم. سعيد جدا أن أكون ضمن هذا الفريق، وأحاول أقصى ما يمكن أن أقدم من أجل خدمة هذه في خدمة العالم العربي، وشكرا جزيلا. حياكم الله أستاذنا، تشرفنا بكم. أنا أسير طبعا على حسب اللائحة الموجودة لكي لا نظلم أحدا، الأستاذ أحمد المطر من السعودية، تفضل. عندك يمكن الميكروفون مغلق أستاذ أحمد. السلام عليكم، مساكم الله بالخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا سعيد جدا بالانضمام معكم. صحيح أنا لست متخصص في الترميم ولست متخصص كثير في الآثار، ولكني كلفت قبل فترة بإدارة مكتب التراث العالمي بواحة الأحساء بالمملكة العربية السعودية بعد أو أثناء تسجيلها في قائمة التراث العالمي، فكانت لي رغبة حقيقة واهتمام بالتراث العالمي، فكنت في تشرفت بالانضمام في هيئة خبراء تراث العرب اللي أنتم أعضاء فيها، وكذلك تحديدا في لجنة التراث العالمي. لكن كلمة الترميم استهوتني هذه الليلة لأستمع إلى هذه القامات والخبرات ما شاء الله الكبيرة، وأنا أتعلم منكم وكلنا نتعلم من بعض إن شاء الله، وأشكر المهندس هادف على تنسيق هذا الاجتماع، وإن شاء الله يطرح ما فيه الفائدة، وأتطلع حقيقة أن تكون لدى هذه اللجنة المحترمة منهجية في العمل للوصول إلى أفضل الطرق للحفاظ على التراث العربي ترميما وإدارة وتخطيطا، وبالذات في الترميم، خصوصا أن لدينا في المشرق العربي الآثار معظمها مثل ما يقولون بريتل، يعني سهلة الاندثار، لأن معظمها مبنية من الطين واللبن والمواد الضعيفة، مما يعني يهدد الأصالة في هذا الأثر أو ذاك بالاضمحلال عند إعادة الترميم أو إعادة التأهيل. أكرر شكري وتقديري لكم جميعا، وأهلا وسهلا. شكرا، شكرا لك. نسيت تقول أنك معمار أستاذ أحمد مطر. إيه، أنا مهندس معماري في الأساس، نعم، وأيضا عندي ماجستير في تخطيط المدن والأقاليم. طبعا شهادتي في الهندسة المعمارية كهندسة معمارية وليس عمارة بحتة، يعني architectural engineering، فدراستي اعتمدت على الهندسة أكثر من العمارة البحتة. فالهندسة كما تعلمون، الهندسة الحديثة بعيدة عن دراسة الترميم المباني التقليدية والمباني الأثرية، لا كلها تعتمد على كونكريت انجينيرينج وستيل ديزاين وهندسة التربة وما إلى ذلك. احنا قد نستفيد من خلفيتنا، ولكن المعلومات اللي حقيقة الأخوان الموجودين الآن من الدكاترة ومن المؤلفين ومن من لديهم خبرة، يعني ممارسين، أنا أجد أمامي ما شاء الله ثلة طيبة من الممارسين والذين يملكون خبرة طيبة في المجال ترميم المباني الأثرية، فهذا يضيف لنا الكثير ونتكامل في المعلومة إن شاء الله لما يفيد أهداف هيئة خبراء التراث العربي. شكرا، بارك الله فيك أستاذك عزيز. السلام عليكم دكتور هادف، أستاذ هادف. نعم. مهندسنا. تكرمت، أقوم بتعريف نفسي لأني مضطر بعد شوي أسوق، ما راح أقدر أتكلم. طيب تفضل، تفضل دكتور جمال.
حياك الله. الأستاذ الدكتور جمال عليان، جامعة الملك سعود، كلية العمارة والتخطيط. درست في إيطاليا ماجستير ترميم، بالأول دكتور مهندس معمارية في إيطاليا أيضا، بكالوريوس. الماجستير ترميم معالم معمارية في روما، ثم بعد ذلك الدكتوراه في الحفاظ معماري في إيطاليا في نابولي مدينة أخرى. عملت في إيطاليا على ترميم، سواء urban conservation أو architectural restoration في عدة مكاتب، وإلي أيضا مشروع قمت فيه في إيطاليا. بعد ذلك اشتغلت في الأردن، كان عندي مكتب، وعملت في موقعين مسجلات في قائمة التراث العالمي، في السلط ترميم قصر أبو جابر، ترميم المنطقة الوسطى في المدينة أيضا. يبدو عنده مشكلة الدكتور. طيب نمر إلى اللائحة نفسها اللي موجودة عندنا، نكملها. الدكتورة عايدة الجروشي، تفضلي دكتورة. أهلا ومرحبا بالجميع والسلام عليكم. دكتورة عايدة جروشي، معمارية من ليبيا، حصلت على درجتين ماجستير والدكتورة من الولايات المتحدة، تخصص عمارة. بالنسبة للدكتوراه، حفظ تاريخي عمراني، Historic Preservation Planning، ولكن أيضا لدي شهادة عليا تخصصية في الحفظ التاريخي، وأيضا شهادة تخصصية أخرى في التصميم الحضري والمجتمعي. بالنسبة للأبحاث، لدي حتى الآن فصلي كتب وورقتين ومقالين علميين من مجلتين محكمتين، بالإضافة إلى أطروحة الدكتوراه. الدراسة أو مساحة البحث التي أعمل عليها هي تعمل ما يسمى triangulation ما بين العمارة والتخطيط العمراني والحفظ التاريخي، بمعنى تركيز الحفظ التاريخي ليس كتخصص أو عملية حفظ لمباني محددة أو أشياء محددة، لأن يعني الحفظ يشمل مباني ويشمل أحياء ويشمل أشياء، يعني عنده عدة تصنيفات. المهم أن النظرة التي نتعامل من خلالها في هذا التخصص أو في هذا المجال هي أن المباني التاريخية تقع ضمن المدن، والمدن بها أجزاء تاريخية وأجزاء حديثة وأجزاء في مراحل التخطيط وعشوائيات وغيرها، وبالتالي التركيز في دراستي على المناطق التاريخية أو أجزاء تاريخية من المدن وحفظها. الفكرة أن تلك الأجزاء ليست فقط مباني تاريخية نحتاج لإعادة استعمالها وإعادة توظيفها، ولكن أيضا لحفظ تاريخ المدينة، لأنها تعبر عن تاريخ المدن. فلو تم مسح هذه الأماكن أو تطويرها، بمعنى التطوير الذي يعني نختلف معه تماماً، إعادة التطوير في الأماكن التاريخية يعتبر حتى مخالفة بحسب قوانين التخطيط العمراني سواء المحلي أو الدولي. فالمناطق التاريخية تعبر عن تاريخ المدن، هي مثل الكتاب تشرح، أو هي جزء من تاريخ المدينة ككتاب مكتوب ولكنه مجسد في شكل عمران. مسح هذه الأماكن أو طمسها يعني الكثير، يعني أن تاريخ المدينة سيتسطح، سيصبح غير عريق. كل ما يتم تعزيز الحفظ التاريخي في أماكن تاريخية في المدن، هذا يعزز عراقة ويعطي المعنى الحقيقي لعمق تاريخ المدينة، وهو شيء مهم ومقدس. ولهذا الآن على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي أصبح التأكيد، أو أصبحت هذه الأماكن محمية بالقانون، قوانين صارمة جدا حتى في التفاصيل الدقيقة. عندما نتكلم عن الترميم اليوم، نحن نتكلم عن تنفيذ قوانين وستاندرز أو معايير، لا يتم الترميم بأي شكل بل وفقا لمعايير محددة
تتدخل في كل تفصيلة، في كل أكشن أو فعل يتم داخل المبنى التاريخي، حتى لا يخسر ما يسمى بالنزاهة التاريخية أو الهيستوريكال انتجريتي الخاصة به، والتي تثبت أنه بني في ذلك التاريخ. يعني الفكرة أن لا نغير تاريخ ذلك البناء، هذا جزء من المساحة التي أعمل بها، وتشرفت كثيرا بمعرفة الحضور. وشكرا لكم. شكرا لنا الشرف. دكتور مروان هيب لك الكلمة، تفضل. ألو، مساء الخير، السلام عليكم. معكم الدكتور مروان الهيب من فرنسا. أنا مهندس مدني، بديت دراستي بالهندسة المدنية وبالجيوتكنيك وبالنيميريكال موديلينج، وكان لي الحقيقة أول بداياتي مع الترميم مع الدكتور هاني هلال من مصر، في دخول إدخال التقنيات الحديثة في مجال الترميم وترميم الأبنية، وهذا الآن مضى عليه تقريباً 30 عام اشتراكي في مشاريع وخبرة، إن كان في الوطن العربي، في مصر، في سوريا، في لبنان، والآن في الموصل. ويشرفني أن سمعت في مشاركين من مدينة الموصل. الحقيقة أنا حالياً بشترك بتهيئ مهندسين شبان من الموصل في مجال الترميم. طبعاً كذلك قمت مع الجامعة اللبنانية ببناء ماجستير للمهندسين والمعماريين لحتى يحصلوا على قدرة في مجال ترميم المباني الأثرية. لا شك هدفي الأول هو المحافظة على الأبنية باستخدام التقنيات الحديثة والتقنيات التقليدية. طبعاً الكل عم يحكي على موضوع النشر، أنا أشرفت على أكثر من تقريباً يعني فوق 20 أو أكثر دكتور، وعدد ماجستير الحمد لله كبير جداً. وبشتغل حالياً بجامعة اللورين بفرنسا بنانسي، وبالمعهد العالي للمخاطر، فبهمني جداً موضوع تعرض الأبنية الأثرية للمخاطر من بين الزلازل ومن بين الفيضانات ومن بين كل ما يتعلق بالمخاطر الطبيعية أو ما يدعى المخاطر الصناعية، man-made risk natural risk أو hazards. فبالتالي طبعاً بيشرفني أتعاون أنا مع الجميع. علاقتي مع أستاذ هادف صلى سنوات، فأنا بشكره على الحقيقة يعني الجهد اللي بقوم فيه واللي بيحاول يجمع من خلاله خبراء التراث أو الإرث الثقافي والأبني وما سواه. هي جهد كبير، لكن أتمنى أنه يكون جهدنا موصول بفعل على الأرض على الواقع. هذا الشيء اللي نطمح له جميعا. بشرفني أن أكون بيناتكم، بشرفني أنه أشارك معكم، وإن شاء الله نلتقي قريبا. شكرا. شكرا، شكرا لك دكتور، شرفتنا. الأستاذة أمل موجودة؟ أستاذة طيب ممكن نعود لها. الدكتور أحمد العمري من الموصل، يعني كان يتكلم الدكتور عنك، ونرجع بعدين للأستاذ أمل. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ هاتف المحترم، أساتذة الحضور، شرفني أن أكون في هذه اللجنة الموقرة ومن ضمن هذه المجموعة الخيرة من الخبراء والباحثين. أنا أستاذ مساعد هندسة معمارية
دكتوراه وماجستير من جامعة التكنولوجية من بغداد. شغلت رئيس قسم هندسة العمارة بجامعة الموصل لخمس سنوات. عضو اللجنة الفنية أيضاً لليونسكو لإعمار الجامع النوري وكنيسة الحدباء وكنيسة الطاهرة. مهندس معماري استشاري في نقابة المهندسين العراقية. لدي يعني الحقيقة أعمال ترميم كثيرة خلال هذه الفترة الماضية بعد ما حدث في الموصل من زلزال نعتبره في بنيتها التاريخية. يعني تخصص الأصلي لم يكن أنا الترميم، لكن بحكم أن المسؤولية التاريخية أنه خلال الفترة الماضية وأكو فراغ في هذا الموضوع، فبذلت جهدي أنه أراجع أدبيات الترميم وأشتغل عليه، وفضل الله سبحانه وتعالى خلال الفترة أنجزنا العديد من المباني بالتعاون أيضا مع هيئات ومؤسسات يعني يونسكو وآيكروم وإلى آخره. حاليا أعمل أيضا على مباني تاريخية بداخل مدينة الموصل، وباشتراك مع خبراء الآثار أيضا في مجال مدينة نينوى الأثرية مع خبراء في من جامعة هيدلبرغ الألمانية والبعثات التنقيب اللي تشتغل في مدينة نينوى أيضا الأثرية. لدي أعمال في هذا الجانب. أرحب بالجميع وأتمنى أن أكون إن شاء الله مشاركة هادفة في خدمة تراثنا الكبير وتراث أمتنا، وأشكر الجميع. شكرا، شكرا لك دكتور. أستاذ أمل تفضلي لك الكلمة. عندك الميكروفون يمكن مغلق أستاذة. مساء الخير. مساء النور. أنا أمل زين الدين، مهندسة معمارية من سوريا، حاصلة على درجة ماجستير في ترميم وإعادة تأهيل المواقع الأثرية من جامعة دمشق بالاشتراك مع مدرسة شاي وباريس. معي شهادتين استشاري من نقابة مهندسين السوريين، استشاري دراسات واستشاري ترميم. حالياً أحضر للدكتوراه في هنغاريا بودابست بجامعة بازماني بيتر كاثوليك، دكتوراه بالأثار. عملت في مدرية العامة للأثار والمتاحف في سوريا لمدة 23 عام، منها 12 عام كانت في مجال توثيق المباني الأثرية وتسجيل المدن التاريخية في سجلات الوطنية ووضع شروط ملائمة لحمايتها، ثم 11 عام في مجال ترميم المباني الأثرية، فكنت رئيس قسم الهندسي في دائرة أثار سويدا. رسالة الدكتوراه الحلقة اللي عم بعملها هي عن نظام الماء الروماني في جنوب سوريا، في محاولة لتوثيق هذا النظام وإعادة تأهيله لحل مشكلة المياه في جنوب سوريا والمساهمة في موضوع التنمية المستدامة. شاركت في العديد من الدورات التدريبية التي أقامتها المنظمات العالمية في سوريا مثل الأغا خان في حلب واليونسكو في تدمر، وشاركت في المشروع السوري الأوروبي المشترك لتوثيق المباني الأثرية في جنوب سوريا في درعا والسويداء. طبعا أنا كتير كتير مبسوطة لوجودي ضمن هذا الجروب الرائع، وأتمنى الاطلاع على كافة التجارب الترميمية لزملائي والاستفادة منها، وشكرا كثير لك أستاذ هادف لهذه الفرصة التي منحتني إياها لأن أقوم معكم في هذه المجموعة الرائعة. شكرا لكم. شكرا شرفتينا. لاحة يمكن مش عارف عم تتغير بس طلع فيها أسماء من فوق، نبدأ من فوق ونعود لتحت. الأستاذ عبد المنعم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أنا دكتور عبد المنعم، مدرس بقسم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم مصر. التخصص بتاعي ماجستير ودكتوراه أخشاب، وأنا مدرس أخشاب، التخصص الدقيق بتاعي أخشاب، ومدير حاليا مدير وحدة تعلم الهجين اللي هي التعليم الإلكتروني أو التعلم المدمج، التعليم أونلاين والتعليم داخل الكلية. عملنا العديد من الدورات التدريبية، كانت آخر حاجة دورة بعنوان تحليل وإدارة المخاطر في المواقع الأثرية والتراثية، كان الحضور عظيم من 12 دولة عربية. وآخر دورة كانت يوم 1/3 عن تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الآثار والمتاحف والتراث، كان حاضر برضو أكثر من 1084 متخصص في الآثار والتراث والهندسة والفنون على مستوى الشرق الأوسط أو الوطن العربي كله، فكانت حاجة عظيمة. وحاليا ماسك برضو مدير معيار الدراسات العليا في الجودة، وطبعا استشاري ترميم الأخشاب والمباني الأثرية في كلية الهندسة جامعة القاهرة، معمل هندسة الآثار والبيئة، وعضو في الانترناشنال انستيتيو فور كونسرفيشن اوف هيستوريك اند ارتستيك وركس في لندن، وايضا في الكوميتي بتاع الفيلوشيب الخاصه بالاي اي سي برضو في لندن. وطبعا شغله متعلق طبعا بفحص وتحليل الاثار، بس متخصص اكتر في المواد العضويه او الاخشاب. وطبعا شغالين على برامج التوثيق ثنائي الابعاد وثلاثي الابعاد، وعملنا دورات تدريبيه كتير لطلبه كليه الاثار جامعه الفيوم والعاملين في وزاره الاثار بمنطقه اثار الفيوم يعني. وان شاء الله يكون في مزيد من الدورات في المستقبل. ومعظم او اكتر حاجه في الشغل اشتغلنا مع الباعثه اليابانيه مركب كوفو الثانيه، اشتغلت معاهم في فتره في الترميم، وسعيد طبعا بوجودي مع الكوكبة العظيمة والمتخصصين جدا في الآثار والهندسة، وسعيد جدا بتواجدي مع حضراتكم. اهلا وسهلا، بارك الله فيك. كان في اسم يمكن خرج، يبدو لي. السلام عليكم مهندس هادف. اهلا وسهلا دكتور، حياك الله. انا بعرف قدمت نفسي، كان مسموع الصوت؟ كان مسموع دكتور، كان مسموع. يلا ارضى عليك، ما كمل، حاب اكمل الخطه. مش مشكل دكتور، بس نكمل اللائحه لندخل على الـ على الـ على الاجتماع المغلق ونستطيع ان نتحدث. ان شاء الله ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، بارك الله فيك، شكرا لك. دكتور او استاذ عبد الرحمن في هو يدخل ويخرج، مش عارف اسمه، غير مستقر. هل يسمعنا دكتور عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن، ولا خرج؟ لا اعرف. طيب، في انتظار عودته الدكتورة سوسن الفاخري من الأرض، تفضلي دكتورة. عم تسمعين دكتورة؟ مساء الخير مهندس هادف، مساء الخير لجميع الأساتذة الأكارم. حقيقة أنا حابة يعني أرحب بالجميع وأعرف بنفسي. دكتورة سوسن الفاخري من الأردن، متخصصة بكالوريوس وماجستير بالآثار من الجامعة الأردنية، والدكتوراه كانت في مجال في التاريخ الإسلامي بتحقيق وتحليل المخطوطات. عملت مديرة لآثار العقبة لمدة 20 عام محافظة العقبة، وخلالها طبعا قمنا بالعديد من الكشف عن مواقع أثرية مهمة في تاريخ الأردن، وأيضا قمت بعدد من المشاريع بالمشاركة مع بعثات أجنبية، وأيضا قمنا فيها كدائرة آثار بالأردن مشاريع الترميم لأهم المدن اللي كانت موجودة في المحافظة، مثل مدينة أيلة الإسلامية، وهي أقدم المدن الإسلامية في أو أول مدينة إسلامية بنيت خارج الجزيرة العربية، مدينة الحميم العباسية، بالإضافة طبعا لمدينة إيلانا الرومانية وقلعة العقبة وعدد من المواقع ترجع للعصور الحجرية أيضا. خلال أيضا هاي الفترة كنت أعمل على دراسة وتطوير في مجال الآثار الغارقة، فكنت أول باحثة في مجال الآثار الغارقة في الأردن، واشتغلنا على كشف، اشتغلنا بمشروع كشف عن ميناء مدينة أيلة الإسلامية، واللي لما أقصد أحكي الآثار الغارقة هي التراث الثقافي المغمور في المياه.
طبعا هذا احتل جزء كبير جدا في وطننا العربي الان للالقاء الضوء عليه. بالاضافه الى ذلك، اما الدكتوراه كانت في مجال بعيد قليلا عن مجال الاثار، وهو في تحقيق المخطوطات. اشتغلت على التراجم المقدسيه في مخطوط الضوء اللامع لاهل القرن التاسع لمؤلفه شمس الدين السخاوي، تحقيق وتحليل. حصلت على 14 نسخه من المخطوط الضوء اللامع، وهو طبعا من اهم، اكيد الزملاء بيعرفوا انه من اهم المصادر اللي في العصور الوسطى. حصلت على هاي النسخ وقمت بتحقيق جزئيه التراجم المقدسيه، وبعد ذلك قمت بادخال المنهج الكمي في دراسه وتحقيق المخطوطات وخاصه كتب التراجم، فظهرت عندي نتائج يعني كانت يعني حديثه وجديده نوعا ما في مجال استخدام الـ يعني خلال التحقيق في هذه المخطوطات. حصلت هذه الدراسة على جائزة القدس عاصمة الثقافة العربية 2009، فحصلت على المركز الأول وعلى مستوى دولي لهذه الدراسة. والآن أعمل في معهد مادبة لترميم الفسيفساء بالأردن لإنتاج وترميم الفسيفساء، يعني بعض المساقات ترميم جزئي أيضاً الفسيفساء، ومديرة لمركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية في إنجلترا. سعيدة جدا بلقائي بنخبة، يعني بعضهم تعرفت عليه من فترة وبعضهم عملت معه، ومنهم أيضا من الزملاء طبعا أتعرف عليهم اليوم لأول مرة. وأهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله رح يكون الأيام القادمة تعارف علمي وأكاديمي أكثر. أهلا وسهلا فيكم جميعا. شكرا مهندس هادي. شكرا دكتورة، تشرفنا بك. الدكتورة إلهام، دكتورة معنا. السلام عليكم. أيوة دكتورة، دكتورة إلهام السنباني، أنا من جامعة صنعاء من اليمن، وعملت ماجستير ودكتوراه هنا في جامعة القاهرة. وللأسف الحرب في اليمن وتدمير اليمن لم يجعلني أرجع بعد ما كملت الدكتوراه. أنا الدكتوراه بتاعتي في ترميم المخطوطات من جامعة القاهرة، والماجستير كان في ترميم النقوش التي على الأحجار، اللي هي النقوش المسندية، الخط المسند الحميري. وبس أنا للأسف ما عنديش أي يعني أي سيفي يعني مثل حضراتكم يعني. فأنا سعيدة أن أنا متواجدة في هذه الكوكب الرائعة. أنا كنت بصراحة فقدت الأمل لأن أنا خلصت الدكتوراه في مجالي، وللأسف لم أرجع لليمن، وأنا كنت المفروض أول مرممة هرجع لجامعة صنعاء، لكن بسبب الحرب اضطريت للبقاء هنا في القاهرة. وكنت أنسى أن أنا متخصصة في هذا المجال، لكن يعني هذا الكوكبة أو هذا هيئة الخبراء جعلتني يعني يرجع لي الأمل مرة أخرى إنه يعني أشتغل في مجالي وأستفيد من حضراتكم يعني. وأتمنى يعني إنه نقدر نرجع إلى اليمن قريبا، ولو إنه الأمل هذا ضعيف، لكن إن شاء الله إحنا نتفائل. وشكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة، وإن شاء الله يعني اليمن وبقية الدول العربية تعود أفضل ما كانت. الدكتور أو الأستاذ عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم. الله يحييكم جميعا. عبد الله دكتور، انك ناديت اسمي ولكن فصل معي الانترنت. الله يحييكم جميعا. حقيقة انا سعيد اني اكون معكم وسط هذا الجمع الطيب. معكم عبد الرحمن الدرمان من المملكة العربية السعودية، تحديد محافظة الاحساء، ماجستير في العمارة وباحث دكتوراه في فلسفة العمارة من جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، مدير مشاريع في هيئة التراث بوزارة الثقافة. صوتك لا لم يعد يصل. ألو، في مشكل في النت، معلش نتابع. وصلنا إلى الدكتور أحمد سلام. تفضل دكتور أحمد سلام. إذا دخل الأستاذ عبد الرحمن سوف نعطيه
السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام أهلا دكتور. أهلا بحضرتك، وأنا بشكر حضرتك على الاهتمام بالتراث العربي وانضمامي للكوكبة من العلماء معكم أحمد سلام، أستاذ مساعد ترميم الأزهر بجامعة أسوان ورئيس قسم الترميم بجامعة أسوان، حاصل على الدكتوراه 2014 في تقييم المواد النانومترية في تقوية الصور الجدارية. لي أبحاث عديدة في الأحجار والمباني والتصوير الجداري في اليابان في جامعة تسكوبا، وجزء منها ثاني في جامعة تورينو بإيطاليا، وخدت منحة دراسية في الـ KTH بالسويد لمدة سنة. يعني لي أبحاث برضو في الأحجار، وطبعا التركيز كله على استخدام وتقييم المواد النانومترية في تحسين الخواص الميكانيكية للآثار. دي نبذة مختصرة عن أحمد سلام، وفضلا عن كده برضو المستشار لرئيس جامعة أسوان في أعمال الترميم الخاصة بالمنشآت الأثرية في مدينة أسوان. لي سابقة أعمال في أعمال الترميم في صعيد مصر اللي هو يعتبر يعني غني بالآثار. الحمد لله رب العالمين، عملنا شغل كبير بالحفاظ على الآثار بتاعتنا، وخاصة إن هي الآثار الحجرية. ده نبذة مختصرة عن أحمد سلامي. شكرا، تشرفنا بك دكتور. أهلا وسهلا الدكتورة رباب الشويكي، أسفين تأخيرك، يعني اسمك يبدأ بالراء. عليكم السلام. أنا رباب الشويكي من فلسطين، بكالوريوس هندسة مدني من فلسطين كمان، الماجستير ترميم مباني صيانة وترميم من فلسطين، والدكتوراه صيانة وترميم من تركيا. بشتغل أستاذ مساعد في كلية التصميم والهندسة في جامعة دار كلمة في لحم يعني في فلسطين. شرفنا بك دكتورة. شكرا. ما قال له أدل، بارك الله فيك. لدينا أيضا البعض، وننهي البث المباشر ونمر إلى الاجتماع المغلق. الأستاذ المعماري مصطفى حفصي، تفضل، أخرناك شوية كذلك، حطت يوزر يو هي بآخر آخر الليستة، تفضل. السلام عليكم. أولا أتشرف بلقاء هذه الكوكبة من الأثريين المعماريين العرب، وقبل هذا أحيي المعمار هادف على الجهود والتواصلات الكثيفة، وأشكره من الصميم على كل هذا المجهود، وأتمنى أن يتواصل هذا المجهود وأن يكلل أيضا بنجاحات مستقبلية أخرى. مهندس معماري حفصي مصطفى من الجزائر، خريج سنة 1988 من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بالعاصمة الجزائرية، خبرة يعني تقريبا 20 سنة كمعماري في هيئات الدولة، وشاغل لعدة يعني مناصب في المسؤولية في التعمير والهندسة المعمارية على المستوى الوطني في الجزائر. إذن بعد 20 سنة تمكنت مرة ثانية من العودة إلى الجامعة، وبالتالي مزاولة دراستي في الماجستير دراسة التراث المعماري والعمراني في نفس المدرسة في الجزائر العاصمة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران في الجزائر، وهي مدرسة معروفة على مستوى الجزائر. إذن بعدها تخرجت في سنة 2012 بشهادة مهندس معماري بشهادة ماجستير في التراث المعماري والعمراني. بعدها توظفت مباشرة في الجامعة الجزائرية لمدة 10 سنوات كمتخصص أيضا في تخريج دفعات طلبة في مهندسين معماريين في تخصص التراث المعماري في جامعة بسكرة.
خبرتي في 20 سنة في المعمار والعمران في هيئات الدولة مكنتني إلى الولوج إلى ميدان التراث والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية، بحيث كنت أشرف على العديد من المشاريع التي تستهدف التدخل في المدن التاريخية في ترميمها وإعادة تأهيلها وتزويدها بكل الشبكات وشبكات الإحياء. الهدف الأساسي هو الوصول في النهاية إلى إحياء تلك المراكز والمدن التاريخية. وأيضا التدخل لم يكن فقط في المراكز والمدن التاريخية، ولكن شمل أيضا المواقع أو المعالم ذات الأهمية وذات القيم، سواء كانت قيم تاريخية أو قيم اجتماعية أو قيم اقتصادية. إذن فترة تواجدي في الإدارة مكنتني أيضا من الإشراف على العديد من المشاريع، كانت فيها الفرصة سانحة للاستعداد إلى العودة مرة أخرى إلى الجامعة والتدريس كل هذه الخبرات والمكتسبات إلى أبنائنا الطلبة الذين تخرجوا معناها على الجامعة في تخصص التراث المعماري. حاليا أدرس دائما، أواصل التدريس كأستاذ مساعد في تخصص التراث المعماري والعمراني، وأيضا أستاذ مساعد، وأيضا أعمل كمهندس معماري مؤهل لدى وزارة الثقافة الجزائرية. نحن كوكبة نتكون من 120 مهندسا تؤهلهم الدولة الجزائرية للإشراف برفقة المهندسين المعماريين على أي أعمال تنجز أو تدخل ينجز في المواقع أو المعالم التاريخية، مهما كانت يعني مهما كان حجمها أو أهميتها. إذن صفة المهندس المعماري المؤهل من الدولة الجزائرية هو يعني تمثيل لأهمية أو دور الدولة للاهتمام بهذا الموروث الذي يعني يعيش يعني كسائر المعالم والمواقع التاريخية عبر الوطن العربي، يعني يعيش فترات يعني لا نقول أنها تفرح القلب، ولكنها فترات معناها أكثر أكثر حاجة من التدخل الاستعجالي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فالتراث اليوم هو له أهمية كبرى. إذن وحاليا أيضا أحضر الدكتوراه في تخصص التوثيق أو توثيق المباني والمدن التاريخية. في نفس الوقت شرفت في سنة 1999-2000 على مشروع إعادة تأهيل مسكن تقليدي في أحد المدن التاريخية في ضمن برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبإشراف من اليونسكو. إذن قمنا بإعادة تأهيل مسكن تقليدي من بداية إلى النهاية في وسط مدينة تاريخية تقريبا تكون مهجورة. هذه الخبرات أيضا حاليا يعني أوظفها بإشرافي على العديد من المشاريع حاليا في التدخل في المواقع والمعالم التاريخية الموجودة هنا وهنا في الجزائر، وخاصة في ما يسمى بالقصور الصحراوية أو المدن أو المراكز التاريخية الصحراوية. مرة أخرى أتشرف بالحضور وتبادل الخبرات مع إخواني العرب، وأتشرف بأن أكون بلدا مثل ممثلا في هذه الكوكبة بعرض تجاربنا والاستفادة من تجارب زملائنا في كل شبر من الوطن العربي. أحييك مرة ثانية معمار هادف، وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح في المستقبل إن شاء الله. آمين، وفقنا الله جميعا. نتشرف بك أستاذنا. الأستاذة زليخة تواتي من الجزائر، تفضلي أستاذة.
هل تسمعيني أستاذة زليخة؟ ألو، تفضلي دكتور أستاذة. السلام عليكم، تحياتنا للجميع. شكرا لك أستاذ هادف أنك منحت لنا فرصة اللقاء مع هذا الكوكب الجميلة من الدكاترة والأساتذة المختصين في التراث الثقافي واللي يعملوا على الحفاظ على الموروث الثقافي العربي. زليخة تواتي مختصة في الترميم، عندي ليسانس في الترميم، ماجستير علم آثار وقائي، يعني دكتورة باحثة. عندنا كذلك، أنا مسؤولة في الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية لإحدى ولايات الجزائر، وأنا مشرفة على مشروع ترميم إحدى المعالم الأثرية القديمة الموجودة في داخل قصر قديم، قصور صحراوية، أي تخصص قصور صحراوية كما تحدث الأستاذ. يعني عندي تجربة في مجال الترميم، يعني أنا أشرف شخصيا على المشروع وأعمل يدا بيد مع العمال أو المؤسسات المشرفة على المشروع. يعني نحن كجزائريين ولا كعرب عندنا موروث ثقافي غني، يعني والله نتمنى أنه كلنا نكون غيورين على إعادة إحياء وإعادة الروح لهذه الممتلكات الثقافية اللي هي آيلة للاندثار والزوال. نحن الآن في صدد، نتمنى من الأستاذ هادف والكوكبة اللي شرفنا أنني نكون معهم، وأنا حاجة قليلة من الشيء اللي قالوه الدكاترة اللي موجودين في المجموعة. أنا راني عاد ما زال لي في بداية مشواري الأثري، ونتمنى نتعلم من الأساتذة والدكاترة. كذلك عندنا، نتمنى أننا تكون عندنا مدرسة خاصة بالتراث المعماري العربي، لأننا دائما نكون عندنا المدرسة الإيطالية، المدرسة الفرنسية، المدرسة، لما لا تكون هذه الكوكبة تعمل على سن قوانين لمدرسة، لإيجاد مدرسة لحماية التراث العربي إن شاء الله. وشكرا لكم، وإن شاء الله ما طولش عليكم. شكرا أستاذة، بارك الله فيك، أشرف بك. الدكتورة تواتي حسينة، تفضلي من الجزائر. السلام عليكم، أهلا بالدكاترة الكرام الأفاضل، كل باسمه واسمه. أيضا نشكرك الأستاذ هادف على هذا اللقاء الجميل، اللقاء المثمر الذي يعني أنسجته باش نجمع بين كل خبراء الوطن العربي، يعطيك الصحة. إذا السيدة تواتي حسينة، ليسانس أثر إسلامية، ماستر أنتروبولوجيا ثقافية واجتماعية، دكتورة مهنية في التنمية المستدامة، حتى أنني سفيرة التنمية المستدامة في العالم ومبعوثة السلام أيضا في العالم. إذا نشوفوا بلي أن وأنا أشتغل في إحدى مديريات ولاية الجنوب، أترأس مصلحة التراث الثقافي ومحافظة التراث. إذا يعني كون عملي هو متابعة المعالم التاريخية والمواقع الأثرية عبر هذه الولاية التي أشتغل فيها، أنني يعني بالتجربة تاعي أننا صنفنا أولا، لأن نشوفوا بلي أن أول حماية للتراث، لأننا ما عندناش يعني دوطر كيما نقولوا، ما عندناش حاجة أخرى أباغ، يعني أن أول شيء هو التصنيف. أننا في الولاية صنفنا أكثر من 150 موقع أثري ومعلم تاريخي، إلى جانب أنني أيضا أتابع بعض المشاريع التراثية مثل ترميم بعض المساجد العتيقة، لأننا أيضا يعني لازم علينا نحمي كما نقولوا الطراز المعماري وكما نقول المكونات المعمارية السائدة في المساجدنا العتيقة عبر التراب الوطني، خاصة المساجد العتيقة في الصحراء، في القصور الصحراوية، إلى جانب
متابعة بعض دراسات مخططة كما نقول لي بي بي ام في اس اس لي بي بي ام في اس ا بعض المخططات كما يقول هذا المخطط مخططات حماية سواء مع موقع أثري أو معلم تاريخ تاريخي. إذا نحن بصدد متابعتها إلى جانب أننا نعمل على أيضا كل ما هو تراث لامادي، نشتغل في جمع الموروث الثقافي اللامادي والممارسات أيضا الممارسات وأيضا الحرف المهنية التي كانت سائدة في قديم الزمان حتى لا تزول، لأن إذا زالت إذا يعني ماتوا هؤلاء ديتنور تاع التراث المادي يزول تزول المهنة أو تزول تلك الممارسة. إذن نعمل على جمع كل هذه الممارسات اللامادية التي كان الإنسان يشتغل بها، إلى جانب أننا نحاول في المدينة التي فيها نحاول أننا دائماً في المخططات التوجيهية أننا نحمي الطراز المعماري السائد في المنطقة لكي باش تكون تلك المدينة لها سون كاشي تراديسيونيل، ما باش ما يروحش الطراز السائد لها. وأنا نحاول يا أساتذتي الكرام، وإحنا إن شاء الله يد في اليد ونتعلم منكم، خاصة الدكاترة يعني هم كما يقولوهم راكم خدمتوا التراث الوطني، التراث كما في الوطن العربي التراث يعني كبير، سوريا العراق مصر، اذا يعني ما شاء الله من تراث، حتى الجزائر ايضا عندها تراث عميق. دونك يد في اليد باش نتبادلوا التجارب والخبرات ونتعلم منكم دائما. احنا نقولوا كما قالت اختي زولي خطواتي اننا دائما نتعلم، ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله يكون شراكه فيما بيننا من اجل حمايه هذا التراث الوطني اللي هو التراث الوطن العربي اللي هو عرضه للضياع، كما سواء بفضل يعني ماشي بفضل سواء بالكوارث الطبيعيه مثل ما جرى في الزلزال في سوريا او بشريه او الاستعمار الى غير ذلك. دونك لا مان دون لا مان، يد في اليد، باش نحاولوا نجمع هذا التراث وباش ما يكونش عرضه للزوال او للسرقه او للنب من طرف الاخرون. تحياتي لكم وإني جد مسرورة بلقائكم. في حياتي أستاذ هادف، وإلى اللقاء. شكرا لك دكتورة، بارك الله فيك، شرفنا بك. بقي لدينا شخصان، دكتور محمد فياض، تفضل دكتور. مساء الخير على الجميع، أنا الباحث محمد فياض الفياض من سوريا، كنت محاضرا في كلية التربية، مدرس لمادة الخط العربي، وكذلك محاضر ومن مؤسسي ماجستير التأهيل والتخصص في التراث الشعبي، وأمين تحرير مجلة الحرفيون، وأيضا من مؤسسي مجلة التراث الشعبي بوزارة الثقافة. عملت مع لجان متعددة في قضايا الصون وحماية التراث الثقافي غير المادي لمؤلف في الحرف التقليدية في سوريا. أيضا ساهمت في أنشطة كثيرة تتعلق بقضايا التراث الثقافي المادي وغير المادي. ونحن نعلم بأن يعني الحقيقة أنا سعيد أيضا بأنه يعني كوكبة كبيرة من الباحثين على مستوى الوطن العربي في قضايا الترميم والحفاظ والصون، وبالتأكيد لا يمكن اليوم أن نفصل التراث الثقافي المادي عن التراث الثقافي غير المادي، لا سيما التراث المادي أو المشيدات المعمارية هي حامل للتراث الثقافي غير المادي ومنها الحرف التقليدية. لذلك الحرف التقليدية أنا بعتقد هي مكون أساسي ومهم في قضايا الترميم، لا سيما وأن هناك الكثير من الحرفيين اللي يعني ممكن أن يكونوا جزء من عملية الترميم في المستقبل، ليس فقط يعني المهندسين والمعماريين. إذا يعني أعتقد أنا بأنه يجب كما تفضلت
المتحدثة منذ قليل التي تحدثت أنه يجب أن يكون هناك مدرسة عربية على غرار المدارس الأوروبية المتقدمة في صيانة المباني الأثرية وترميمها. طبعاً بالتأكيد من خلال هذه اللجنة الكريمة أكيد ممكن أن يعني نضع استراتيجية قادمة لمدرسة عربية، وربما نستطيع أيضاً أن نرسم خطوط عريضة للتعاون في المستقبل. وشكراً للجميع. شكراً لك دكتور. لا أعرف يمكن الدكتور عامر كان قدم نفسه قبل البث. تفضل دكتور عامر، هل قدمت نفسك؟ نعم دكتور أستاذ هادف، قدمت نفسي أنا. تمام. أنا نسيت، بارك الله فيك. بس لا يعني دكتور أحمد العمري قدم؟ قدم، نعم قدم نفسه. الأستاذ أحمد خشيم من ليبيا، نختم به الجلسة العلنية ثم نمر إلى اجتماع مغلق. تفضل. السلام عليكم. شكرا أستاذ هادف وشكرا للدكتور الكريم، وشرفني أني أكون أحد أعضاء هذه الهيئة. محمد خشيم، بكالوريوس سياحة وآثار جامعة نصراتة كلية الآداب، حاليا في مرحلة الماجستير في الأكاديمية الليبية جنزور، تخصص تسويق قسم السياحة، ومهتم بالجانب التراث والعروض الثقافي بصفة عامة سواء المادية أو غير المادية، وحاليا حق بنشتغلوا على الموضوع ده في المدة القادمة إن شاء الله، ندوات بخصوص العروض الثقافي خاصة في المدينة اللي في أنا هي مدينة نصراتة. وأكثر شيء مركزين على الجانب الإعلامي، لأنه هو يعتبر بداية في أي مشروع، خاصة في التطور التكنولوجي اللي نشوف فيه في الوقت الحالي، بدأت التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كان ليه تأثير بشكل كبير في جميع المجالات. وشكرا. شكرا، شكرا لك دكتور. أستاذ، بالطبع نحن لدينا لجنة إعلام، إن شاء الله نستطيع أن نستفيد منها. إذا نمر إلى الجانب، إلى الاجتماع المغلق، وننهي البث المباشر حاليا.